ازاي شكر؟ ازاي شالوا المدارس وكشك الحراسة من غير ما يرجعوا لك؟ رد على الموبايل يا عنات. الو، ايوه يا فندم، ايوه موجود. ثانية واحدة يا فندم، معالي رئيس الوزراء. الو، اهلا يا فندم. مفهوم يا فندم، مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي عرول. القضية رقم واحد رامي شكري جلال، هشام لطفي مجنون، سيد عبد السلام محمد جعفر. المتهمين حضروا. ايه الامر اللي حاله؟ المتهمين مقيد ضدهم جناية بالمواد 267 و290 من احكام قانون العقوبات، لأنهم بدائرة قسم الهرم اختطفوا كل من عبد الرحمن، حنان إبراهيم، سميح السيد بالإكراه وبأنفسهم، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأن قاموا جميعاً بمواقعة المجني عليهن بغير رضائهن على النحو المبين بالأوراق. طلبات النيابة. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الثلاثة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة الدنيئة، فلا تأخذكم الرأفة بهذه الذئاب البشرية. سيادة الرئيس، النيابة تطالب بتطبيق مواد العقاب 267 و290 من قانون العقوبات والواردة بأمر الإحالة من النيابة. شكراً سيادة الرئيس. تفضل. الدفاع. حسين صالح حاضر مع المدعيات بالحق المدني والمجني عليهن. دكتور مرسي خليل حاضر عن المتهمين. طلباتكم يا أستاذ. حضرات المستشارين،
إنه لفخر وشرف قد لا أحصل عليه يوماً أن أقف الآن بين أيديكم لا مدافعاً عن امرأة بعينها، وإنما مدافعاً عن حقوق المرأة في المجتمع. المرأة، من هي المرأة؟ المرأة هي أمي وأختي، المرأة هي زوجتي وابنتي، المرأة هي السيدات التي يجلسن الآن أمامكم. الأولى دكتورة، زوجها دكتور، لها بأنها في الحق كالسيف. والثانية، الثانية طبيبة امتياز من أسرة صعيدية محافظة ومتدينة. أما الثالثة حضرات المستشارين فقد كانت رحمة الله عليها ممرضة، مشهود لها بحسن السمعة والأخلاق. ذنب الثلاثة حضرات المستشارين أنهم ملتزمون بعملهم. ذنب الثلاثة أن عندهم ضمير حي. حضرات المستشارين، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أنتم أعلم مني بها. رأيتم حضرات المستشارين مدى القسوة التي تعرض لها المجني عليهن، مدى الذل والمهانة والاحتقار، لا لكل امرأة فقط بل لكل رجل حر في هذا البلد. رأيتم حضرات المستشارين كيف سيق المجني عليهن بكل خسة وندالة إلى قلعة فاسدة يحميها مسؤول فاسد لارتكاب جريمة الاغتصاب. أنا آسف يا سيادة القاضي، بس أنا تخيلت اللحظة أن مراتي أو بنتي هي اللي حصل فيها كده. أنا مش لاقي كلمة أوصف بيها جريمة الاعتداء الجنسي اللي حصلت من المتهمين المجني عليهم. المتهمين يا سيادة القاضي، اللي رغم تباين مستواهم الاجتماعي إلا أنهم بتجمعهم حاجة، الخسة والندالة والبيئة الفاسدة وتعاطي المخدرات اللي يخليهم يعملوا جريمة بالبشاعة دي. أطلب من عدالتكم أن تقتصوا لأعراضنا التي انتهكت بإعمال القانون وإنزال سلطانه على المتهمين، وأن تجعلوهم عبرة لكل فاسد على هذه الأرض. وشكراً سيادة الرئيس. شكراً يا أستاذ. دفاع المتهمين عايز يقول حاجة؟ سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، أود أولاً أن أحيي وأشكر تلميذي وزميلي على مرافعته الجليلة التي مست قلوبنا، قلوب الآباء فينا. أما عني أنا فلن أطيل عليكم. إيماناً مني بعدلكم وبرحمة قلوبكم، ألتمس منكم تخفيف العقوبة على المتهمين،